أضلاع الأشكال المستوية ورؤوسها. أخذنا بالدرس السابق الأشكال المستوية وتعرفنا عليها. الأشكال المستوية عندنا المثلث، مربع، مستطيل، شبه منحرف، خماسي، سداسي، دائرة، ومتوازي أضلاع. هذا التذكير بالأشكال المستوية. راح نتعرف اليوم على عدد الأضلاع أو عدد الرؤوس في كل شكل مستوي. أصف الأشكال الهندسية المستوية بحسب عدد أضلاعها ورؤوسها. أولاً نتعرف على مفردة الضلع. ما معنى الضلع وما معنى الرأس؟ الضلع يقصد به القطع المستقيمة، يعني مثلاً المثلث من كم قطعة مستقيمة متكون؟ القطعة المستقيمة هنا طلق عليها اسم الضلع. المثلث كم ضلع به؟ 1 2 3، في المثلث 3 أضلاع. ما المقصود بالرأس؟ الرأس هو نقطة التقاء ضلعين، هذا عندنا ضلع وهذا ضلع. النقطة اللي يلتقي بها ضلعين أسميها رأس. إذن في المثلث 3 رؤوس، 1 2 3، في المثلث 3 أضلاع، في المثلث 3 رؤوس. هنا منطيني شكل مستطيل، في المستطيل 4 أضلاع و4 رؤوس، 1 2 3 4. الدائرة، الدائرة الشكل المستوي الوحيد اللي أضلاعه 0 والرؤوس 0، لأنه لا يحتوي على أي قطعة مستقيمة. أتأكد، في الشكل 4 أضلاع، في الشكل 4 رؤوس. معطينا شكل المستطيل، يقول الضلع هذا الشكل يحتوي على 4 أضلاع ويحتوي على 4 رؤوس. شكل المثلث، المثلث في الشكل 3 أضلاع، في الشكل 3 رؤوس. شكل الخماسي، في الشكل 5 أضلاع، في الشكل 5 رؤوس. هنا شكل السداسي، في الشكل 6 أضلاع وفي الشكل 6 رؤوس. أتحدث، كم ضلعان في هذا الشكل؟ يا شكل هذا سداسي. ليش سميناه سداسي؟ لأنه يحتوي على 6 أضلاع ويحتوي على 6 رؤوس. كم رأسين فيه؟ كم ضلع في السداسي وكم رأسين فيه؟ يحتوي على 6 أضلاع و6 رؤوس.